السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ النهاردة مع بعض كده بنراجع العملي بتاع حضراتكم لسنة رابعة. ففي الأول خالص كده عندكم يمكن نبتدي سريعا، احنا في معانا 7 ورقات وفي معانا تقريبا 7 صور موجودين في البوست، فالناس هتتابع معايا ال7 ورقات الأول، بعد كده هنخش على ال7 صور اللي هي عبارة عن المسائل اللي كانت مشروحة في آخر سكشن مع بعض كده. أول موضوع معانا زي ما هو مكتوب قدامكم كده اللي هو البارتكل سايز، ولما نتكلم عن البارتكل سايز فاحنا بنتكلم على قياس السايز بتاع البارتكل، يعني لو عندنا بارتكل بالمنظر ده احنا عايزين نقيس الدايمنشن بتاعها. بس خلي بالكو ان البارتكلز مش واحدة، زي ما هو مكتوب قدام حضراتكو في الورق كده ان احنا في عندنا يعني اشكال مختلفة، فممكن تبقى البارتكل بتاعتنا شكلها عامل كده، دي بنسميها زي ما هو مكتوب في الورق spherical particle، وممكن يكون شكلها عامل كده، دي اللي احنا بنسميها asymmetric particle او non-spherical particle. طب يقول لكم لو هنقيس الدايمتر بتاع السفيريكال بنسميه particle diameter، وزي ما هما مكتوب جنبيها في الورق ان every dimension is the same، يعني لو جبنا السنتر كده فالradius هنا بيساوي مفروض الradius ده بيساوي مفروض الradius ده. اما لو تخيلنا ان احنا في عندنا السنتر بتاع البارتكل هنا، فتلاقي الradius ده مختلف عن الradius ده مختلف عن الradius ده، فالحالة اللي على اليمين دي بنسميها non-spherical. فلما بنحب نقيس لها diameter بنقيس لها diameter افتراضي بنسميه equivalent spherical diameter، والequivalent spherical diameter احنا بنحاول نربط السايز بتاع البارتكل دي بسايز بتاع بارتكل تانية بس مظبوطة، ومفروض ان السيرفس اريا هنا هتساوي السيرفس اريا هنا، وفي نفس الوقت نقدر نقول ان الفوليوم هنا هيساوي الفوليوم هنا، او الديامتر هنا يساوي الديامتر هنا. القصة كلها عشان نعمل الموضوع ده بنختار دايما اطول نص قطر او اطول ديامتر، وبيزد عليه يعني احنا عندنا لو عندنا بارتكل بالمنظر ده كده فاحنا بنختار هنا عندنا اطول ديامتر، لو يمكن نوضحها اكتر هنا كده بنختار عندنا اطول ديامتر بالمنظر ده، وبعد ما بنشوف اطول ديامتر ده بيزد عليه بنرسم قصاده دايرة يبقى عندها نفس الديامتر عندها نفس الفوليوم وعندها نفس الاريا، دي اللي احنا بنسميها equivalent spherical diameter. وبيزد عليها طلع 3 مسميات، حاجة اسمها surface diameter اللي هي DS، وحاجة اسمها volume diameter DV، وحاجة اسمها stock diameter. ايه هو surface diameter؟ هو diameter بتاع particle او بتاع sphere وهمية تعادل surface area بتاعت particle بتاعتنا، يعني احنا عندنا كده particle regular بالشكل ده، احنا هنقول بقى ان surface diameter ان احنا هنربط particle دي spherical particle وهمية الاتنين يبقى عندهم نفس surface area، منها كلمة surface diameter او volume diameter، يعني ايه برضو هنربط particle دي spherical particle وهمية والاتنين يبقى عندهم نفس volume، او نربط الاتنين نربط particle regular دي particle تانية وهمية والاتنين عندهم نفس sedimentation rate، دي اللي بنسميها stock diameter. طيب كده احنا فهمنا ان في عندنا 3 مسميات surface diameter volume diameter وstock diameter. السؤال الكبير بقى بيقول ازاي ممكن نقيس السايز بتاع البارتكلز؟ فقال لك والله في عندنا تقريبا 4 مدارس مختلفة ممكن نقيس بيها السايز. خلونا كده نمسح مع بعض الكلام ده كده سريعا الاول، بعد كده نحاول بقى ايه نمشي مع بعض في الموضوع بشكل اعمق شويتين. فبيقول لك والله الموضوع بسيط جدا بالشكل ده، لو تخيلنا كده ان احنا في عندنا 4 مدارس، مدرسة اسمها سيفينج، مدرسة اسمها مايكروسكوبي، مدرسة اسمها السيديمنتيشن ريت او الستوك، ومدرسة اخيرة عندنا بنسميها كولتر كاونتر. فاحنا في عندنا 4 مدارس، نمسك اول مدرسة بالنسبة لنا اسمها السيفينج. ايه هو السيفينج ده؟ احنا بنجيب مجموعة من المنخل كده من المنخل، بس خلي بالك اللي فوق بتبقى فتحات واسعة، المنخل اللي تحتيه فتحاته أضيق، اللي بعديه فتحاته أضيق أكتر، اللي بعديه أكتر وأكتر وأكتر، وبعد كده بنعمل إيه؟ بعد كده بنعدي البودر بتاعنا اللي عنده different particle size كده عليهم، جزء هيتحجز هنا وجزء يعدي يتحجز هنا وجزء يعدي يتحجز هنا والباقي يتحجز هنا، يبقى احنا كل الفكرة إن الكبير هيفضل دايما موجود فوق والبارتكل الاصغر هتعدي وتقف على اللي بعديه، والاقل منها هتقف وتعدي على اللي بعديه على اللي بعديه. دي طريقه جميله جدا جدا نقدر بيها نحدد السايز بتاع البارتكل.
طبعا الكلام ده زي ما هو مكتوب في الورق بنعمله لمدة 20 دقيقة، وبتدي نحسب حاجة اسمها البرسنت ويت. يعني ايه البرسنت ويت؟ يعني لو تخيلنا ان البودر ده كله يا شباب الوزن بتاعه وليكن 10 جرام، فهنلاقي مثلا لما نيجي نوزن ان والله 2 جرام اتحجزوا هنا، واربعة جرام اتحجزوا هنا، واتنين جرام اتحجزوا هنا، واتنين جرام يعني اتحجزوا في اخر واحد. بيزد على الحسبة ديت ممكن نحسب حاجة اسمها الويت بيرسنت. ايه بقى موضوع الويت بيرسنت ده؟ ان اقول الكمية اللي اتحجزت على الكمية الكلية، يعني هنا 2 على 10، وهنا 4 على 10، وهنا 2 على 10، وهنا 2 على 10، يعني نسبة الوزن اللي قعدت هنا على المجموع الكلي. فيطلع الرقم ده لو ضربناه في 120%، ويطلع ده 40%، ويطلع ده 20%، ويطلع ده 20%. فالقصة كلها ان احنا بنحسب نسبة بقى كل سايز في كل منخول فيهم. الطريقة دي زي هي مكتوبة عندكم في الورق، طريقة سامبل بسيطة، طريقة رابد، وطريقة ايكونوميك. ولكن الطريقة دي مشكلتها ان هي بتتأثر بالمويتشر، يعني لو البورتكل بتاعتك معجنة هتلزق على السي مش هتعدي. وفي نفس الوقت نوت فور ويت باودر، يعني الباودر بتاعك لو كان ويت باودر معجن مش هيعدي ولا بينفع مع الاجريجيتس خالص. والاهم من ده ان النوع ده بينفع بس مع السفيريكال بورتكل، يعني مع البورتكل الريجولر، اما الريجولر اللي احنا شرحناها فوق دي ما تنفعش. تاني طريقة مايكروسكوبي، ده ميكروسكوب بقى، انا هتفرج على الصور كده بالميكروسكوب واقدر اعرف السايز. زي ما بيقول لك في المزايا انه بيقدر يديك معلومات عن الشيب، وده الجهاز الوحيد اللي بيديك معلومة عن الشيب، ولكن بيديك معلومة 2D 2 dimensional بس، مش 3D. حتى هو في السكشن قالت ان هو بيجنور الديبنس، يعني بيجهل عمق البارتكل، فبيديك الطول والعرض بس مش بيديك عمق البارتكل. والطريقة دي زي ما هو مكتوب الطريقة الوحيدة الدايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني انا مباشرة بحسب. شايفين يا جماعة في الطريقة اللي فوق دي طريقة ايه؟ اندايركت. يبقى هنا عبارة عن ميكروسكوب كده، والميكروسكوب ده حاطين العينة هنا كده، وانا بتفرج عليها واقدر احدد التو دي دايمنشن بتاعها بس. الطريقة دي مشكلتها ان السامبل بتاعتها اسكروشيال. يعني ايه كروشيال؟ يعني السامبل بتاعتنا قليلة، بنستخدم تقريبا 1 كيلو جرام بس. فلو مصنع بيصنع اطنان هاخد عينة 1 كيلو جرام واعمل لها اناليسيس، فممكن العينة دي تبقى نون ريبريزنتاتيف. عايزكم تكتبوا الكلمة دي، نون ريبريزنتاتيف، يعني عينة مش معبرة عن السامبل كلها. في نفس الوقت ان النتيجة بتاعتها ممكن تبقى false indication، ديك معلومات خطأ. وزي ما هي قد في السكشن، الطريقة دي for final measurement technique only، تستخدم في الاخر، يعني ما قدرش استخدمها. ممكن حتى قالت لو هستخدمها في الاول هتديني indication بس عن الشغل، اما ما قدرش احصل بيها على size مظبوط قوي. فجاء بعد كده تكنيك تاني اسمه sedimentation rate او الستوك لو، واحنا اعتمدنا في الجهاز ده على جهاز اسمه اندرسون بايبيت. الجهاز ده منه اعتمدنا على سرعة الترسيب في حساب السايز. واحنا عارفين من زمان يا شباب ان كل ما تكون البارتكل سايز بتاعتنا قليلة اكتر، كل ما هيبقى السيديمنتيشن ريت بتاعنا ابطأ. البارتكل الكبيرة بتترسب الاول، والصغيرة بتترسب ببطء. فعن طريق لو ربطنا ده بده ممكن نحسب السايز. يمكن عندكم معادلة صغيرة اللي هي الفي، هكتب بس جنب الفي دي يا شباب عشان برضو نوضح المعلومة ديت. خلينا بس نمسح ده الاول كده. اوكي، القصة كلها كده ان الفي عندكم في الورق بتساوي اتش على تي، اللي هي بتساوي، معلش يا جماعة عشان دي بس غلطة في الطباعة مش مظبوطة، هي دي سكوير ام، دي كلمة على بعضها كده، رو ناقص رو او في جي على 18 اتر. خلي بالكم ان دي سكوير ام. طيب نوضح بقى عشان دي حاجة طبعا بالذات الموضوع ده بيجي في الامتحان كتير، او هيجي سنة ان شاء الله في الامتحان. الاتش يا شباب اللي هو الايه بنسميه الديستنس، المسافة اللي فيها بيحصل ترسيب، والتي اللي هي التايم، الدي ام سكوير اللي هي عندنا الديامتر بتاع البارتكل، الرو الدينستي بتاعة البارتكل، الرو او الدينستي بتاعة الميديم، الجي اللي هي الجرافيتي، والإتا اللي عندكم او الان دي
اللي هي الفيسكوستي. عن طريق القصة دي كلها ممكن نحسب السايز بتاعنا. طبعا واضح ان السايز جزء من المعادلة. يمكن في معادلة تحتيها بقى، ودي المعادلة الاهم في الحل اللي هي الدي اس تي. والدي اس تي يا شباب اللي هي عبارة عن المين ديامتر، هنوضحها بس ان هي المين ديامتر تساوي علميا كده 18 اتا في اتش. طبعا الكلام ده كله الجذر بتاعهم مقسوم على، طبعا الجذر عليهم كلهم هم مقسوم على رو ناقص رو او في جي في تي. ده بشكل بسيط. لما بنيجي غالبا لما بنيجي نحل المسائل بنستخدم القانون الاول ده والقانون الثاني ده عشان نقدر نحل المسائل المرتبطه بالسيدمنتيشن، ودي واحده من اهم المسائل اللي عندنا. طيب الطريقه دي ميزتها ان هي ايزي، طريقه سهله واكيوريت، بس مشكلتها لو في اجريجيشن موجود في البارتكل بيديك فولس بوزيتيف ريزلتس. يعني ايه فولس بوزيتيف ريزلتس؟ يعني بيديك نتائج اكتر من الطبيعي، نتائج اكبر من الطبيعي. اخر جهاز عندنا اسمه كولتر كاونتر، خلينا كده برضو نشوفه كده مع حضراتكم. كولتر كاونتر وهو الجهاز الاخير. والكولتر كاونتر ده بشكل بسيط قوي هو عباره عن جهاز بالمنظر ده، والقصه كلها ان احنا بيبقى في عندنا كده يعني طبعا ده يعني شكل مبسط جدا، بيبقى فيه زي اورفيس موجود كده، اورفيس اللي هي الفراغ اللي في النص ده، ومفروض ان الميديا اللي محطوط فيها الاورفيس ديت بتبقى ميديا دي الكترولايت. وطبعا لما اقول لك الكترولايت يعني بتوصل الكهرباء، كان كوندكت الكتريستي. القصه بشكل بسيط جدا يا شباب الاتي، ان احنا هندخل البارتكلز بتاعتنا بالمنظر ده. البارتكل طبعا من شروطها ان هي لازم تكون دايليوتد، مخففه جدا. ليه؟ عشان يبقى عندها القدره ان هي تعدي من هنا. طب لو جينا كبرنا المكان ده بقى اكتر عشان نتفرج عليه، ادي الالكترود ده وليكن ده الالكترود كده، وهنا الالكترود بالناحيه الثانيه، وادي البارتكل لما هتيجي تعدي في النص. البارتكل بتاعتنا لما هتيجي تعدي البارتكل مش بتوصل كهرباء، يعني البارتكل هنا هتبقى اكت از حاجه يعني ايه بتزود الريزيستنس، هتزود مقاومه توصيل الكهرباء. فالقصه بشكل بسيط ان الكولتر كاونتر ارتبط او ربط الريزيستنس اللي هتحصل من عدم مرور الكهرباء بالبارتكل سايز. وهو قال يعني كل ما تبقى، نقدر نقول كده ان كل ما تبقى الريزيستنس بتاعتنا اكبر كل ما هيبقى البارتكل سايز بتاعنا ايه اكبر. ده بشكل بسيط قوي الجهاز ده. يبقى الجهاز ده اعتمد في ادائه على الريزيستنس، كل ما تبقى فيه مقاومه مرور تيار كهربي اكتر كل ما هيكون في عندنا بارتكل سايز كبيره اكتر. طيب هو ده يا شباب بشكل بسيط قوي الايه الجدول اللي موجود عند حضراتكم. تحت كده في طبعا الطريقه دي طريقه اكيوريت، بس العيب اللي فيها ان محتاجين نعمل دايليوشن كتير، وفي نفس الوقت الطريقه دي غاليه جدا، طريقه اكسبنسيف. نيجي مع بعض كده الاول مساله موجوده قدام حضراتكم ونقراها كده مع بعض ونحاول نفهم مع بعض الاتي. بيقول لكم دي مساله عن سيديمنتيشن ريت، يبقى هنعتمد فيها على القانون اللي احنا قلناه قبل كده. خلونا نحل مع بعض المساله بقى كده بالراحه ونحاول نطلع كل المعطيات في الجنب كده مع بعض. فبيقول لكم في الاول ان احنا في عندنا سامبل من الزنك اوكسايد، الدنسيتي بتاعت البارتكل اللي هي مين بقى الدنسيتي بتاعت البارتكل الرو اس بتساوي 5.6 جرام، او بلاش تكتب الام بقى كده، جرام على السنتيمتر المربع. وبعد كده بيقول لك والله في الورق بعد كده يقول لك والله ان احنا سبناها يحصل لها سيتل اندر دي اكسلريشن جرافيتي، يعني الجي بتاعتنا بتساوي 9.81 سنتيمتر على السكن تربيع. بعد كده بيقول لك والله طبعا في تمبريتشر، التمبريتشر ما كانتش في المعادله اللي هي 25 درجه مئويه، بس الريت اوف سيتنج، ريت اوف سيتلنج اللي هو معدل الترسيب في تساوي 7.3 في 10 اس سالب 3 سنتيمتر بير سكند. وطبعا خلي بالك ان الفي هي مين يا جماعه لو انتوا فاكرين لما احنا قلناها ورا، هي اتش على تي، يعني اكنها بتساوي بالظبط كده 7.3 في 10 اس سالب 3. الكلام ده كله مقسوم على كام؟ على 1. انا ليه عملت الحته دي؟ عشان اقدر اعرف التي بتاعتنا هتساوي كام ثانيه، هتساوي 1 ثانيه.
والاتش بتاعتنا الديستنس هتساوي 7.3 في 10 اس سالب 3 سنتي. يبقى من معلوميه الفي ديت عرفنا نجيب الاتش وعرفنا نجيب التي. طيب خلونا نرجع تاني كده مع بعض لبقيه الحكايه. بعد كده بيقول لك والله ان الدنسيتي بتاعت الميديم اللي هي الرو او اللي موجوده عندنا تساوي 1.01 اللي هي طبعا تبقى 1.01 جرام على السنتيمتر المكعب، والإيتانوت اللي هي الفيسكوست بتاعتنا بتساوي 1 سنتي بواز. وطبعا الكثافة دايما او الفيسكوست دايما بنحب نعبر عنها بالوحدة التانية، فهي طبعا بتساوي 1 سنتي بواز اللي هي لو قلنا طبعا 1 او يعني 1.01 سنتي بواز، لا انا عايزين دايما نحولها بس الاول نكتب بس ان هي هنا الفيسكوستي 1 سنتي بواز، فلازم احولها من 1 سنتي بواز للبواز نفسه. ازاي؟ بنقسم على كام يا شباب؟ بنقسم على 100، فالواحد سنتي بواز بيساوي 1 من 100 بواز اللي هي تساوي 1 من 100، الوحدة دي يا شباب بقى جرام على سنتيمتر في سكن. يبقى احنا هنا عملنا ايه يا شباب؟ كل اللي احنا عملناه بس ان احنا لازم لو جالنا في الامتحان الوحدة بالسنتي بواز حضرتك اقسمها لي على 100 كده عشان تحولها للبواز، والرقم اللي هيطلع للبواز هو نفس الرقم ده. طيب هو عايز ايه في الاخر يا شباب؟ عايز في الاخر يحسب الديامتر، عايز يحسب الدي اس تي. طيب لو اخدت بالك كده حضرتك في المعادلة كده بقى عندك كل حاجة. نجيب المعادلة النهائية بتاعت الدي اس تي. الدي اس تي يا شباب بتساوي ايه؟ زي ما اتفقنا وقلنا هي بتساوي الاتي، الدي اس تي 18 ايتانوت في مين؟ في الاتش، مقسومة على رو ناقص رو او، والكلام ده كله مضروب في الجرافيتي مضروب في التايم. لو اخدت بال حضرتك كده هتلاقي كل المعطيات عندك موجوده، الايتانوت موجوده، الاتش جبناها، ادي الايتانوت اهي، ادي الاتش جبناها اهي اللي هو الرقم اللي فوق ده، الايتا والايتا او، الايتا او ده اهي الرقم اللي موجود عند حضرتك اهو، والايتا العاديه بتاعت البارتكل اللي هي الايتا اس اللي في الاول خالص اهي، الجي موجوده، الجي طبعا موجوده في السؤال، والتي اللي هي التايم اللي احنا قلناه كان بكام يا شباب؟ بوان سكند. فاللعبه اللي احنا عملناها في السؤال ده او اللعبه اللي في السؤال ده الحتتين دول بس، ان احنا لو جالنا خلي بالك ان الفي لازم نفكها لقيتا على تي، ولو جالك في الامتحان برضو خلي بالك الفيسكوزيتي بتساوي 1 سنتي بواز او 1 من 100 بواز. كده نكون خلصنا مع بعض شباب اول صفحه تقريبا، ده كان اول سيكشن كمان من السكاشن اللي موجوده عند حضراتكم. نمسح بقى الكلام كده ونتفرج مع بعض على الجزء اللي جاي بعديه. بس يمكن بس نخلي بالنا بس يا شباب ان الوحدة اللي هتطلع للدي اس تي في الاخر هتساوي سنتيمتر. طبعا لو انا عايز احولها لمايكرومتر اضرب في كام يا شباب؟ اضرب في 10 أس 4. يبقى لو جالي في النتيجة بتبقى بالسنتيمتر، عايز احولها لمايكرومتر بضرب في 10 أس 4. نمسح بقى الكلام ده كده ونخش مع بعض للصفحة التانية على طول. معانا تاني سيكشن معانا كان بيكلم حضراتكم عن موضوع ظريف قوي اللي هي البروبرتيز، او يعني لما نحب نوصف اي صفة خاصة بالبارتكل او صفة خاصة باي حاجة في الدنيا، ففي نوعين، حاجة اسمها فاندامنتال وحاجة اسمها ديرايفد. فاندامنتال يعني صفة يمكن قياسها بشكل مباشر عن طريق جهاز زي الماس والفوليوم كده، اقدر اجيبهم بشكل مباشر، الماس بالميزان والفوليوم بالمجر. بس الدرايف دي ما اقدرش احسبها بشكل مباشر، بس ممكن احسبها عن طريق كالكوليشن زي الدنسيتي كده، الكثافه بتتحسب عن طريق الكالكوليشن. يبقى في عندي فاندامنتال وفي عندي ايه؟ درايف. طيب في المحاضره الدكتوره كانت بتكلم حضراتكم برضه بتقول لكم ان احنا اتفقنا وقلنا ان لما نحب، لو جالك مثلا فكره، فاكرين لما كنا بنتكلم عن السيفنج وقلنا ان السيفنج هو عباره عن منخلز مختلفه وكل منخل بيبقى اللي فوق واسع بعد كده اضيق بعد كده اضيق. خلي بال حضرتك انت لما بتيجي تحسب بقى، لما تيجي تحسب بعد كده الافريج سايز، استاذن بس تخليكم معايا لحظه واحده بس اركب الشاحن بتاع اللاب، ثواني كده.
ماشي شباب، عذرا معلش. نرجع تاني بقى، فخلي بال حضرتك ان هو بيقول لحضرتك احنا اتفقنا وقلنا في السيفنج ان احنا في عندنا منخلز مختلفة كده، والمنخل الموجودة الاولانية كانت الاولانية كانت واسعة، وبعدين اللي بعديه كان اضيق، واللي بعديه اضيق واضيق، واللي بعديه اضيق خالص. خلي بالك ان هنا هتحصل على ديامتر، انت عارف الديامتر هنا كام، وليكن دي 1 هنا، دي 2 هنا، الديامتر اسمه دي 3، وهنا الديامتر اسمه دي 4. الارقام اللي جايه لك ديت ممكن اعبر عنها بطريقه من اتنين. في طريقه بنسميها علميا كده average particle size. يعني ايه average particle size؟ يعني بنجمع الديامتر ديت ونقسمهم على عددهم زي ما هو مكتوب في الورق، دي 1 بلس دي 2 بلس دي 3 على 3، دي اسمها average particle size. وطبعا ده بنستخدمه لو كان البارتكل سايز هوموجينس، يعني متقاربه من بعضها. اما لو البارتكل سايز متباعده بشكل كبير قوي، فبنحسب لها حاجه تانية اسمها بارتكل سايز ديستريبيوشن. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ الديستريبيوشن ده بالظبط كده بيبقى عباره عن رسم بياني بالمنظر ده، اكيد شفتوه انتوا في اخر سيكشن. ومفروض مثلا بيبقى مكتوب هنا حاجه اسمها البرسنت فريكوانسي. برسنت فريكوانسي يعني كام بارتكل عندها السايز ده. لو تخيلنا مثلا ان السايز اللي موجوده في العينه بتاعتنا وليكن 5 مايكرومتر و10 مايكرومتر و15 مايكرومتر في 3 ديفرنت سايز، فهتلاقي الرسمه معموله كده، عمود كده وعمود اطول كده وعمود اطول كده. ايه الكلام اللي عندنا هنا بقى؟ العمود ده الطول بتاعه بيبين لك قد ايه عدد من البارتكل طولهم 5، او الديامتر بتاعهم 5، او الديامتر بتاعهم 10، او الديامتر بتاعهم 15. يعني مثلا ممكن نلاقي ده كده 25%، ونلاقي ده كده مثلا وليكن مثلا نقول بلاش عشان يبقى الرقم بس صح، ممكن نقول مثلا ان دي 5% والرقم ده 20% والرقم ده 75%. ايه معنى الكلام ده؟ عايز يقولك ان 75% من الباودر السايز بتاعه 15 مايكرومتر، و 20% من الباودر السايز بتاعهم 10 مايكرومتر، و 5% من الباودر السايز بتاعهم 5 مايكرومتر. فالقصة كلها يا شباب ان النسبة اللي مكتوبة ديت تمثل قد ايه من الباودر عنده السايز ده. الرسمة دي بقى اللي احنا بنسميها علميا سايز ديستريبيوشن. يبقى الديستريبيوشن هي الرسمه انتوا شايفينها قدام حضراتكم كده. طبعا لو احنا خيرنا الناس بقى ايه افضل، لو عندنا بارتكل زي ما مكتوب في النقطه الثالثه، كل ما تبقى في فاريشن في البارتكل اكتر، انهي طريقه نحب نوصف بيها؟ بدل في فاريشن تبقى هيتروجينس مش متجانسه، وبالتالي البارتكل سايز ديستريبيوشن بتبقى مور فاليبل، هي الافضل من الافريج سايز. عشان كده مش مكتوب عندكم تحت كده في ثلاث مدارس مختلفه لما نحب نوصل في الديستريبيوشن. في حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن، في حاجه اسمها ويت ديستريبيوشن، في حاجه اسمها فوليوم ديستريبيوشن. خلونا كده نرسمهم مع بعض. طبعا يا شباب عشان بس ما نتعبكوش، هي الرسمه الاولى ديت هي اول نوع عندنا. الرسمه الاولى دي يا شباب هي اول نوع عندنا اللي احنا بنسميه نورمال ديستريبيوشن، وزي ما انا كاتب ريليشن بين بيرسنت فريكوانسي وذ نمبر اوف بارتكل نوت وذ سايز. انا ماليش دعوه هنا بقى بالسايز، انا بقيت بربط بس السايز ده في منه عدد قد ايه، في نسبه قد ايه من البودر عنده العدد ده، دي اسمها نورمال ديستريبيوشن. في حاجه اسمها ويت ديستريبيوشن. يعني ايه ويت ديستريبيوشن؟ يعني هجيب مجموع النمبر اوف بارتكل، هجيب مجموع كل الاوزان اللي موجوده ونقسمهم على وزن البارتكل الواحده، فنقدر نعرف منها النمبر اوف بارتكل. طبعا الكلام ده يا جماعه هنشرحه بالتفصيل بقى جوه واحنا بنتكلم على المسائل. اخر طريقه عندنا اللي احنا بنسميها فوليوم ديستريبيوشن، وهي نفس الفكره دي، بس بدل بقى ما هنعبر هنا بالفريكوانسي بنعبر مكان الفريكوانسي هنا شباب بالفوليوم، حجم البارتكل. فمثلا ممكن نقول ان 75% من حجم البودر اللي موجود السايز بتاعه 15 مايكرومتر، 20% من حجم البودر اللي موجود 10 مايكرومتر، 5% من حجم البودر اللي موجود 5 مايكرومتر. يبقى خلي بالكم ان احنا ممكن نوصف بالحجم او نوصف بالويت او نوصف بالفريكوانسي، دي الثلاث طرق المختلفه اللي احنا بنستخدمها. طيب ولهذا بقى خلونا كده مع بعض يا شباب نحاول نتفرج كده مع بعض على الحته اللي جايه دي. ايه اللي جاي ده يا شباب بقى؟ اللي جاي ده عباره عن مساله جميله جدا جدا عندنا،
والمسألة يا شباب طبعا عشان بس يعني انا زي ما كنت كاتب في الورق ان الورق ده بتاع تمورو وانا بشرح منه، يعني طبعا دي امانة وانا كتبت اصريت اكتب الكلام ده في الورق للناس، وعشان بس يبقى كل حاجة كل واحد ياخد حقه يعني. طيب المسألة هنا جميلة جدا، بتقول يا شباب بتقول consider 9 particle، عندك 9 particle، 3 منهم الحجم بتاعهم 1 مايكرومتر، يبقى احنا عندنا 3 بارتكل السايز بتاعهم 1 مايكرومتر، وبعد كده عندك 3 بارتكل السايز بتاعهم 2 مايكرومتر، بعد كده 3 بارتكل تانيين السايز بتاعهم 3 مايكرومتر. عايز تحسب بقى بيزد على النمبر اوف ديستريبيوشن اللي هي الفريكوانسي العادي. طيب ازاي بنحسب الفريكوانسي العادية بقى؟ قال لك القصة كلها بتتحسب يا شباب بالطريقة الجميلة دي. نشوف عدد البارتكل اللي موجود بالنسبة للعدد الكلي. فتلاتة بارتكل من التسعة اللي موجودين كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا عبارة عن 1 مايكرومتر، يبقى دي تمثل 3 بارتكل من 9 في 100، كان يا شباب على طول تطلع معانا على طول 30% او 33 وكسور في المية. نفس الكلام 3 بارتكل من 9 في 100، 3 بارتكل من 9 في 100. لما نيجي نرسم الكلام ده زي ما هو مرسوم قدام حضراتكم، طلعوا التلات اطوال زي بعض بالظبط، لان فعلا اعدادهم زي بعضها. طيب انا كده عملتها علاقه ما بين مين ومين زي ما هو مكتوب في الورق، البرسنت فريكوانسي مع السايز بتاع البارتكل، ده اللي انتوا هتحلوه في الامتحان. يبقى لو جالك عدد من البارتكل تقسم عدد البارتكل اللي عندها سايز معين على المجموع الكلي لاعداد البارتكل، يطلع لك اول رسمه اللي هي البرسنت فريكوانسي مع السايز. طيب انا بقى مش عايز ارسمها بالطريقه دي، انا عايز ارسمها بمعلوميه الفوليوم زي ما هو مكتوب. If the same result were converted to a volume of to a volume distribution، ازاي نعمل الكلام ده بقى؟ لازم احول السايز ده لفوليوم. فهنعمل ايه؟ هنمسح الكلام ده كده ونمسح الكلام ده برضو. طبعا الموضوع زي ما انتم شايفين مفيش مذاكرة كتير، الموضوع كله شويتين محتاج ان هو يعني يبقى مفهوم. طيب خلوك كده ماشيين معايا بالراحة كده يا شباب. القصة بشكل بسيط قوي ان علشان نحول بقى السايز للفوليوم، فالقصة جميلة جدا جدا بالمنظر ده، ان احنا عندنا الواحد سوري القانون بتاعنا بيقول ان الفوليوم بتاع البارتكل يساوي باي اللي هي 3.4 في دي اللي هي الدايمتر اس 3 مقسوم على كام يا شباب؟ مقسوم على 6. فهنعوض بالقانون ده هنا ونعوض بالقانون ده هنا ونعوض بالقانون ده هنا. طبعا واضح للي فاهم كده ان الفرق في القانون هي الدي بس، فمرة هنعوض الدي بواحد ومرة نعوض عنها باتنين ومرة عنها بتلاتة، فيطلع زي ما هو مكتوب عندكم في الورق different volume. زي عندكم في الورق مثلا هنا مكتوب 0.52 وهنا مكتوب 4.2 وهنا مكتوب 14.13. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا عشان نحسب نسبة الفوليوم او الحجم لازم نحسبه بالنسبة للحجم الكلي، فهنيجي الخطوة اللي بعديها ونجمعهم كلهم مع بعض، لما تجمعهم يطلع معاك 18.85. كده انا عرفت الحجم الكلي بيساوي ايه. نعمل ايه بقى؟ نيجي للخطوه اللي بعديها على طول، ان احنا نحول الاحجام دي لنسب زي ما اخدناها قبل كده. فهتلاقي حضراتكم في الصفحه اللي بعديها كده مكتوب بقى ان الرقم اللي موجود ده اللي هي ال 0.52 نقسمه على 18.85. كل ده بعمله ليه؟ علشان في الاخر احصل على البرسنت فوليوم، علشان دي اللي هرسمها بقى هنا. مش احنا قلنا ان احنا ممكن نعبر بالويت او نعبر بالنمبر او نعبر بالفوليوم؟ ادي التعبير بالفوليوم، ان احنا حولنا رقم واحد، خلينا كده تبقى الصوره سهله بقى، رقم واحد حولنا من السايز للفوليوم، رقم اتنين قسمنا الفوليوم اللي طالع لي لكل واحد على المجموع الكلي للفوليوم. فطلع عندك بقى نفس الكلام، طبعا هيبقى هنا 4.2 على 18.85 نفس الكلام اللي بعديها، فطلع لك 3 ارقام. لما جينا رسمناهم لقينا العلاقه اختلفت، بالرغم ان العدد بتاع البارتكل واحد الا ان احجامهم مختلفه. فطلع الواحد مايكرومتر قصير كده، واللي طلع الاثنين مايكرومتر اطول، وطلع الثلاثه مايكرومتر اقل.
يبقى واضح ان الموضوع لو هنربطه بالنمبر مختلف عن لما احنا نربطه بالفوليوم. طيب اخر حاجة بالنسبة لنا بقى لو احنا عايزين نربطه بقى بالنمبر، يعني عايزين لو جالك بقى العكس، جالك فوليوم وعايز تحوله لنمبر، ممكن تعمل الكلام ده ازاي؟ خلونا كده يا شباب نكون عمليين ونجيب مع بعض اخر الصفحة رقم 3، مسألة جميلة جدا جدا بتحاول تشرح الموضوع ده. طيب بس الاول قبل بس ما نخش في المسألة دي، خلينا نقول قانون اللي هو يمكن مكتوب في الصفحة التانية فوق كده، مكتوب في الصفحة التانية فوق ان التالتة، سوري الصفحة التالتة فوق، ان الان تساوي الويت مضروبة في 6 على باي دي أس 3 في الرو في الدنستي. هنا خلي بالكو ان هو بيحاول يعني يحسب النمبر اوف بارتكلز، النمبر اوف بارتكلز عندك هتساوي كام، قد ايه نمبر هنا، قد ايه نمبر هنا، قد ايه نمبر هنا. طيب خلينا كده نبص مع بعض على المسألة اللي مكتوبة تحت. بيقول after weight analysis of 10 جرام سالبيوتامول، يبقى احنا عندنا كام جرام؟ عندنا 10 جرام سالبيوتامول. لقينا الاتي، 5/10 جرام من الباودر السايز بتاعهم في حدود 4 مايكرومتر، ولقينا 8 جرام من الباودر السايز بتاعهم في حدود 6.5 مايكرومتر، ولقينا 1.5 جرام السايز بتاعهم 14 مايكرومتر. فاحنا في عندنا كام حاجه يا شباب؟ في عندنا 3 يعني 3 different weight، وكل weight عنده الايه السايز بتاعه. وبيقول لك معلومه كده ان الدينستي تحت بتاعت البارتكل بتساوي 4.09، خلي بالك بقى، جرام على السنتيمتر المكعب. من فضلك احسب لي بقى، هو عايز يحسب في الاخر اهو، قول لي من فضلك قد ايه number of particles لكل واحد فيهم، يعني النمبر بتاع دول قد ايه، والنمبر بتاع دول قد ايه، والنمبر بتاع ده قد ايه. الموضوع اهبل جدا جدا وبيتعوض عليه في المعادلة اللي عندنا فوق. فهتلاحظوا ان الويت والله مكتوب، كل واحد هنعوض بالويت بتاعه، مرة بنص، مرة بتمانية، ومرة بواحد ونص. نفس الكلام الستة رقم ثابت، الرو ما هي مكتوبة جنبنا 4.9. طيب اخر حاجة بقى والباي ثابتة. اللعبة كلها في مين بقى؟ في الدي. خلي بالك وده مهم جدا جدا، ان الدي علشان الكثافة بالسنتيمتر فلازم الدي دي تكون بالسنتيمتر. طب ما احنا عندنا الدي هنا مكتوبة بالمايكروميتر، نعمل ايه؟ قالك بدل مكتوب مايكروميتر اعكس بقى، اضرب في 10 أس سالب 4. احنا قلنا في الاول من سنتيمتر لمايكروميتر 10 أس 4، اما من مايكروميتر لسنتيمتر اضرب في 10 أس سالب 4. فلو عوضنا بالقانون ده هقدر احسب النمبر بتاع ده قد ايه وبتاع ده قد ايه وبتاع ده قد ايه. وكده يا شباب نكون خلصنا نص النظري العملي اللي موجود عند حضراتكم اللي هو ليه علاقة عندنا بالبورتيكل سايز. نمسح بقى الكلام ده خالص كده ونخش مع بعض يا شباب في الجزء الثاني عند حضراتكم اللي هو عبارة عن الباودر فلويبيليتي. طيب ايه بقى موضوع الباودر فلويبيليتي؟ الباودر فلويبيليتي هي عبارة عن الانسيابية بتاعت حركة الباودر عندنا، والقصة كلها مرتبطة ان لو احنا عندنا قمع بالمنظر ده كده وحطينا فيه باودر شكله عامل كده مثلا، فنلاحظ ان الباودر اللي موجود ده بيتحرك في القمع كده لو فاكرين، وبينزل يعمل هرم نص القطر، عشان نوضحها اكتر، نص القطر بتاع الهرم ده اسمه R، وارتفاع الهرم ده اسمه H. وطلعوا قانون جميل قوي بيقول ان التان ثيتا تساوي ال H على R. مين الثيتا دي بقى يا شباب؟ دي اللي انتوا اخدتوها قبل كده اسمها الانجل اوف ريبوز. يبقى الانجل اوف ريبوز اللي احنا مفروض هنتكلم عليها دلوقتي ليها بتتحسب مفروض من الهرم اللي انتوا بتعملوه في العملي لما بتنزلوا شوية باودر من القمع. طيب الانجل اوف ريبوز دي يا شباب بقى القاعدة بتاعتها بتقول ايه؟ بتقول لك والله ان الانجل اوف ريبوز دي كل ما تبقى صغيرة اكتر كل ما يبقى عندك فلويبيليتي عالية قوي، والعكس كل ما تبقى الانجل اوف ريبوز كبيرة اكتر كل ما يكون عندك فلويبيليتي قليلة. علشان كده الانجل اوف ريبوز تعتبر طريقة من الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نقيس الفلويبيليتي. فلو رجعنا لورق الشرح بقى اللي عندنا بيقول اللي هي عبارة عن انجل اوف
elevation of a horizontal at which powder start to slide upon itself. هي عبارة عن الزاوية اللي بتبقى موجودة ولا عندها البودر بيبتدي يتحرك. طيب the powder especially is needed to be measured for its angle of repose at its the most component in formulation. بيبقى لازم طبعا بشكل كويس قوي ان احنا يعني نحسب الانجل اوف ريبوز عشان نعرف الفلوبيلتي بتاعت الماتيريال. بس خلي بالك بقى ان الانجل اوف ريبوز بتحسب بالذات للباودر مش لاي شكل تاني، لان الباودر هو اكتر كومبوننت احنا بنحطه في صناعه التابلت مثلا او صناعه الادويه معظمها كمان، عشان كده الانجل اوف ريبوز تعتبر عمليه مهمه تدرس للباودر. اللي جاي ده بقى مهم قوي، كل ما يكون فيه كوهيزيفنس يعني الباودر لازق في بعضه، معلش يا جماعه بس مكتوبه خطا في الورق، هي هاير كوهيسيفنس او كوهيسيف اور ادهيسيف، معلش بس عايزكم توضحوها عندكم في الورق، هاير كوهيسيف او ادهيسيف فورس. كل ما يبقى الباودر ملزق في بعضه ده كوهيسيف، ملزق في القمع ده ادهيسيف، يبقى الادهيسيف لازق في القمع، كوهيسيف لازق في بعضه. كل ما هيبقى الباودر ملزق كده او كده هيبقى صعب انه يتحرك، هيبقى عنده فلوبيليتي قليله، واحنا قلنا في الرسمه اهي ان اللور فلوبيليتي معناها هاير انجل اوف ريبوز، وبالتالي هيبقى دي حاجه مش كويسه. وطبعا كل ما هيبقى فيه العكس بقى، فلوبيليتي كويسه، انسيابيه للباودر كويسه، كل ما هيبقى الويت فاريشن قليل، مش هيبقى فيه تباين ما بين الاقراص وبعضها، لان الباودر اللي عامل الاقراص دي اتحرك بشكل انسيابي. طبعا كانت في السكشن الدكتوره مركزه وبتقول ان the more the flowable material I'm sorry the flowability under a gravitational force only without impact of external stress. يعني الفلوبيليتي بتحصل لوحدها، انا مش بهز القمع، بسيب البودر يحصل ينزل لوحده. انهي بودر بقى بيحصل له انسيابيه كويسه؟ ده كلام قديم، الكريستالاين ماتيريال، مكتوبه الكريستالاين ماتيريال هي اللي عندها هاير انجل اوف ريبوز، وتبقى دايما الزاويه اقل من 30. ويمكن الدكتوره في كانت مركزه قوي ان الانجل اوف ريبوز وده مهم قوي بتقيس الفلو، والجود فلو جنرالي ده معناه كونستنت فلو او ريجولر فلو، ومش معناه انه يكون رابيد فلو، احنا مش عايزين فلو يبقى سريع قد ما عايزين يكون منتظم ريجولر ثابت. طيب اللي جاي دي بقى مهمه قوي، قال لك والله خلي بالك ان في علاقه ما بين البوروزيتي الفراغية اللي موجودة في البارتكل والفلوابيلتي. كل ما تبقى المسافات البينية ما بين البارتكل او البروزيتي قليلة اكتر، كل ما هتبقى الفلوابيلتي عالية قوي. هنا بقى شوية معلش بس عايزين نشرحها بالتفصيل بقى، عشان دي يمكن اهم حاجة، فعايز الناس كده ترسم معايا الرسمة كويسة. لو تخيلنا كده ان احنا في عندنا بارتكلز بالمنظر ده، نركز قوي في الرسمة دي، والبارتكلز دي احنا حطيناها في كيس بالشكل ده كده. احنا متفقين وعارفين من زمان ان الدينستي، ويمكن دي اهم حاجة في حصة النهاردة، يعني الدينستي بتساوي دايما الماس على الفوليوم، بس احنا عارفين ان ان الماس ثابتة، قيمة الماس دايما ثابتة مش بتتغير، اللي بيتغير مين؟ الفوليوم. احنا هنبص على اي فوليوم، وركز بقى، الفوليوم ده حاجة من ثلاثة، لإما حاجة بنسميها bulk volume، لإما حاجة بنسميها granular volume، أو ساعات بنسميها tabbed volume، أو خلينا نوضح الخط ده أكتر، أو النوع الثالث بنسميه علميا true volume، أو ساعات بنسميه solid volume. يبقى احنا في عندنا ثلاث أحجام ممكن أوصف بيهم الدينستي، وعشان كده الدينستي برضو ليها ثلاث مسميات، لإما نسميها بالك دينستي، لإما نسميها جرانيولر دينستي، لإما نسميها ترو دينستي. وطبعا ترو لو استخدمت ترو فوليوم، جرانيولر لو استخدمت الجرانيولر فوليوم، بالك لو استخدمت البالك فوليوم. طيب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ الفرق ما بينهم يا شباب الاتي، خلينا كده نوضحها باللون ده. البالك فوليوم هو الحجم الكلي، حجم الضيق كل اللي موجود هنا. هو ايه اللي موجود هنا؟ ثلاث احجام، حجم رقم واحد اللي هو حجم البارتكل، حجم رقم اتنين المسافات دي، ودي هنسميها الانتر بارتيكولر سبيسز،
المسافات البينية ما بين البارتكل، وفي كمان المساحات اللي جوه البارتكل، الفراغات اللي جوه دي رقم 3، ودي اللي بنسميها الانترا سبيسز. فانا في عندي كام فوليوم؟ 3، في عندي بارتكل، في عندي انترا، في عندي انتر. خلي بالك بقى، اربط ده هنا. الترو فوليوم هو الحجم رقم 1 فقط، حجم البارتكل بس. لو جبت حجم البارتكل بس اسمه ترو فوليوم. اما التاب والجرانيولر فوليوم اللي هو 1 زائد 3، يعني 1 بارتكل والانترا اللي جوه. اما البالك فوليوم هي 1 زائد 2 زائد 3. يبقى خلي بالك على حسب ما هنوصف الفوليوم، ممكن يبقى ترو فوليوم او ممكن يبقى تابد فوليوم او ممكن يبقى بالك فوليوم، على حسب انا بوصف ايه. طيب بالمرة بقى عشان نخلص الرسمة دي، الترو فوليوم بنحسبها بشكل سهل قوي بحاجة اسمها الهيليوم ميثود او هيليوم ديسبليسمنت ميثود، دي زودوها في الورق. الجرانيولر فوليوم بطريقة اسمها الميركوري ديسبليسمنت ميثود، والبالك ديت بنحسبها عن طريق السلندر، عن طريق الميجر زي ما انت عملتوها في العملي كده. يبقى انا في عندي سلندر، وفي عندي ميركوري ديسبليسمنت ميثود، وفي برضو عندي هيليوم ديسبليسمنت ميثود. الرسمه دي يا شباب مهمه جدا جدا، بتشرح لحضراتكم ازاي ممكن نوصف الايه، الدينستي او البارتكل او الفوليوم. تعالوا بقى نرجع للورق مره تانية عشان نحسب البوروزيتي. البوروزيتي يا شباب اللي هي الفراغات اللي موجوده دي. ففي عندنا 3 قوانين، حاجة اسمها total porosity، حاجة اسمها intergranular porosity، حاجة اسمها intragranular porosity. نمسح بقى الرسمة دي خالص كده وخلينا نوضح مع بعض الآتي. true porosity وانا هكتبها ونحل بعد كده المسائل، تساوي ايه؟ تساوي VB ناقص VB تقيلة على VB. مين هم البيهات دي يا شباب؟ البي ديت اللي هي البالك فوليوم، والبي دي بتاعت البارتكل، الترو فوليوم على البالك فوليوم. يبقى البالك فوليوم ناقص الترو فوليوم على البالك فوليوم، ده اسمه الترو بروزيتي. اما التاني واحدة عندنا اللي هي بنسميها الانتر جرانيولر بروزيتي، تساوي في بي ناقص في جي على في بي. والجي دي اللي هي مين يا شباب؟ اللي احنا بنسميها الجرانيولر فوليوم، او سميناها ورا ايه؟ التابد فوليوم. اما اخر واحدة الانترا جرانيولر دي بقى تبقى في جي ناقص، معلش يا جماعة دي غلطة في الورق، في بي على في جي، معلش يا جماعة هنعدلها بس عشان دي غلطة في الورق، هي في بي دي اللي هي ترو فوليوم. الصفحة رقم 4 يا شباب، معلش الغلطة في القانون الأخير، انترا جرانيولر بروزيتي في جي ناقص في بي على الفي جي. كده نكون شفنا مع حضراتكم 3 القوانين اللي موجودة، وخلينا كده نحل المسألة اللي مكتوبة تحتيها. بيقول لك كالسيوم أوكسايد باودر هاف أ ترو دينستي، يبقى ترو دينستي مديها لك ليها قيمة معينة، وبعدين والوي بتاعها ليها قيمة. طب خلينا كده نعوض، نكتب الحل معانا كده يا شباب عشان تبقوا انتوا برضه معايا. فبيقول لكم والله ان ترو دينستي تساوي 3.2 جرام على السنتيمتر المكعب، والويت اللي هي الماس تساوي 1.3 جرام، وقايل لك والله ان البلك فوليوم، البلك فوليوم اللي عندي كده بيساوي 28 سنتيمتر مكعب. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب البوروزيتي. طبعا لو عايز يحسب البوروزيتي يقصد بيه عايز يحسب التوتال بوروزيتي. يبقى التوتال بوروزيتي اللي احنا قلناها بتساوي مين يا شباب؟ التوتال بوروزيتي بتساوي الفي بي ناقص الفي بي على الفي بي، توتال بوروزيتي اول واحده. طيب توتال بوروزيتي اللي موجوده في بي ناقص في بي على في بي. خلونا كده نحل مع بعض بالراحه. هنجيبها ازاي؟ الفي بالك موجودة، it's given already، اللي هي 82، 82 موجودة، وطبعا نفس الكلام تحتيها برضو الحجم ده موجود. بس في عندنا قصة صغيرة قوي بالنسبة لنا هنا،
وهي حساب الـ VB دي. بقى ازاي نحسب الـ V ديت؟ الـ VB دي احنا مش عارفينها بس ممكن اجيبها. ازاي؟ احنا قلنا من شويتين ان الترو دينستي بتساوي الماس مقسومة على ايه؟ بدام ترو دينستي يبقى مقسومة على الترو فوليوم. طب نرجع مع بعض بالراحة. الترو دينستي معطاه؟ اه والله معطاه اهي. طب الماس موجودة؟ اه والله موجودة اهي. مش لو عندي الترو دينستي موجودة والماس موجودة اقدر اكتب او اقدر احسب الترو فوليوم اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الفي بي، اخده وعوض بيه هنا على طول. ده يا شباب الفكرة بتاعت المسألة دي، مسألة سهلة بس هو اداك معلومة الترو دينستي عشان تجيب منها مين؟ الترو فوليوم، عشان تعوض فيها في المسألة بشكل مباشر. المسألة اللي تحتيها نفس الفكرة بس هو بيقول لكم عايز يحسب الفوليوم اوف باودر اللي هيقدر يملى will occupy after drying if the sample that has 12% من الوزن بتاعها مويتشر. طيب هو بيقول لك والله ان في عندك باودر الماس بتاعته او الويت بتاعه بيساوي 650 جرام، بس بيقول لك ان 12% من الويت ده عبارة عن مويتشر مية. عايز يعرف هياخد فوليوم قد ايه. لو عرفت ان الدينستي بتاعته او البالك دينستي بتاعته هتساوي 1.3. طيب القانون بيقول ايه؟ ان البالك دينستي بتساوي الماس بتاعتنا مقسومة على البالك فوليوم. احنا عايزين نحسب يا شباب البالك فوليوم ده، ده المطلوب. نحسبه ازاي؟ يبقى محتاجة الماس والبالك دينستي. البالك دينستي والله موجود. طب والماس؟ دي الماس بتاعت الدراي ماتيريال، المادة الجافة. الماس اللي هنا دي الماس بما فيها المويتشر، يبقى لازم اطلع منها المويتشر الاول. اطلعها ازاي؟ 650 جرام 12% منها رطوبة، يعني ممكن نقول ان 88% منها ايه؟ بودر، صح كده؟ يبقى 88 على 100 في 650 جرام يطلع الرقم في الاخر يا شباب 572 جرام. يبقى بدل 12% رطوبة يبقى الباقي ده كله عبارة عن المادة، يبقى طلعت 572. نكتب هنا بقى ال 572 يطلع معاك الحل على طول. دي يا شباب المسألة اللي موجودة عند حضراتكم. طيب نجيب الصفحة اللي بعديها كده هنلاقي برضو مسألة أخرى موجودة عند حضراتكم. مسألة أخرى موجودة، المسألة اللي موجودة عند حضراتكم بتقول 4000 سنتيمتر مكعب من الباراسيتامول سامبل، طبعا ده اللي هو الـ VB أو الـ V bulk، 4000 سنتيمتر مكعب. طيب الـ V bulk الوزن بتاعنا اللي هو الماس تساوي 5.750 كيلو جرام. طيب كلام جميل. وبعد كده بيقول لك the powder was subjected to wet granulation. البالك فوليوم اللي كان موجود of granular product would estimated to be 3000 سنتيمتر 3000 يا جماعة أنا آسف، الفي الأولية دي الفوليوم العادي، بس هو محدد لك بعد كده بقى إن البالك فوليوم اللي عندنا كان عبارة عن 3000 سنتيمتر مكعب. ولما جينا عملنا ميركري ديسبليسمنت، فكده يا جماعة الميركري كان بيقيس مين؟ الجرانيولار فوليوم، طلعت 2600 سنتيمتر مكعب. ولما عملنا هيليوم اللي هي الترو فوليوم أو الترو دينستي طلعت 2300 سنتيمتر مكعب. عايز يحسب مين؟ التوتال بروزوتي والانترا والانتر. طبعا ده سؤال تعويض مباشر لان عندك كل الحاجات موجودة، اقدر اجيب الحلول على طول من القوانين اللي كانت اوريدي موجودة في الصفحة اللي قبل كده. شباب نكون خلصنا مع بعض المسألة ديت. نيجي بعد كده للجزء النظري اللي عند حضراتكم، الفاكتور اللي هي بتأثر في الفلوابيليتي بتاعت البودر. فبيقول لكم والله الفلوابيليتي بتاعت البودر في ديفرنت فاكتورز بتأثر عند حضراتكم. اول فاكتور فريكشن بتوين بارتكل، الاحتكاك. كل ما يكون في احتكاك اكبر كل ما تبقى الفلوابيليتي اقل.
زي ما هو مكتوب، لان الاحتكاك الاكبر ده هيخلي في انجل اوف ريبوز كبير، الهايجروسكوبيك ماتيريال. كل ما المادة ما هتشرب مية اكتر كل ما هتعجن اكتر، ولما تعجن هيبقى عندها هاير انجل اوف ريبوز، يعني عندها لور فلوبيليتي. تلاتة، الفريكشن بتوين بارتكل اند هوبر وول، الاحتكاك كل ما يكون في احتكاك اكتر كل ما ممكن ينشأ تشارج، والتشارج اللي موجودة هتخلي البارتكل تلزق في الهوبر اكتر زي ما قلنا فوق، فتقلل الفلوبيليتي. فاكتور اللي بعديها، كل ما يزيد البارتكل سايز اكتر كل ما تقل السيرفس اريا، ولما تقل السيرفس اريا يقل الكوهيسيفنس، لما تبقاش ما يبقاش ايه ما يبقاش ملزق في بعضه، وبالتالي يبقى عنده هاير فلوبيليتي. السفيريكال شيب، طبعا السفيريكال شيب دي اشكال البارتكل فيها بتتحرك بانسيابيه، مش ممكن تلزق في بعضها او تعشق في بعضها. فبيقول لكم حتى ان التابد والبالك فوليوم از فيري ديفرنت، بيكون في فرق كبير من التابد فوليوم والبالك فوليوم، وده بيؤدي الى زياده الفلوبيليتي. المويتشر كونتنت لما بتزيد، عندما اتفقنا المويتشر كتير البودر يلزق في بعضه فيبقى فيه ليس فلوبيليتي. البالك دينستي، ودي جميله، لما الدينستي تزيد معناه ان الماده عندها ماس كبيره، ماده تقيله وزنها تقيل، وبالتالي هيبقى عندها فلوبيليتي عالي. اللي جاي دي بقى مهمه قوي، اضافات اديتيف. فنركز ان كل ما هنحط اضافات، يعني كل ما هنقلل الادهيسيف والكوهيسيف، زي اضافه المغنيسيوم ستيريت او التلك، ماشي يا جماعه، تلك تي اي ال سي مش توك، تلك، اور ابزورب مويتشر، في مواد بتشرب الرطوبه زي بعض انواع الجلايدنت، تشرب الرطوبه يعني تاخد الرطوبه عندها كاكسيبيان فتخلي البودر ما يشربش ميه. هنا يا جماعه دي ماتيريال بتضحي بنفسها عشان البودر نفسه ما يبص، زي جرايدن بيعمل كده، او السيليكا اللي عليه شحنه سالبه فيخلق ريبولشن. كل الحاجات دي يا شباب في الاخر فعلا بتزود الفلوبيليتي. ويمكن قالوا في الاخر ان التلك او المغنيسيوم ستيريت او الستارش دي امثال الجلايدنت، ويبقى التركيز بتاعها من 1-2%. وبعض الفيلر زي السبراي درايد لاكتوز بنستخدمها، ودي كانت معلومه جانبيه، بيقولوا دايما السبراي درايد لاكتوز بنستخدمه علشان يديك فاينلي ديفايدد باودر، او طبعا بيستخدم لما يبقى عندك باودر حجمه صغير او بوتنت، بوتنت يعني ككميه قليله، فاحنا محتاجين نكبر حجم التركيبه باستخدام الفيلر ده. اخر بقى قوانين خاصه بالفلوبيليتي يا شباب، اللي هو الهوسن ريشيو، اللي هو بي تي على بي بي. طب مين هو يا شباب البي تي ومين هو البي بي؟ بس نوضحها كده مع حضراتكم ونكتبها عشان دي بس من اول الحاجات المهمه، ان في حاجه يا شباب اسمها تابد فوليوم، وفي حاجه اسمها البالك فوليوم، ودي يمكن من تجربه من التجربتين اللي جايين معاكم عمل السنه دي. القصه كلها ان احنا بنجيب سلندر كده ونحط فيه البودر بتاعنا بالمنظر ده. اول ما احط البودر في السلندر على طول اقيس الفوليوم بتاعه، ده كده اسمه بالك فوليوم. اما لو جبت السلندر ده وقعدت اعمل له تابنج، يعني ايه تابنج؟ قعدت اخبط كده، اخبط بالميجر على الترابيزه، طبعا حجم البودر معايا مع الوقت هيبتدي يقل. فطبعا يبقى الحجم الكلي اللي موجود عند حضراتكم هنا ده هنسميه علميا تابد فوليوم. فاحنا في عندنا بالك فوليوم الحجم قبل التخبيط، وفي عندي حاجه اسمها تابد فوليوم الحجم بعد التخبيط. فبيقول لكم ان في حاجه اسمها الهوسن ريشيو، والهوسن ريشيو بتساوي البالك فوليوم على التابد فوليوم، او لو هنتكلم على دينستي فاللي هي عباره عن التابد دينستي على البالك دينستي. طبعا يا شباب كالعاده الدينستي تساوي الماس على الفوليوم، على حسب نوع الفوليوم هنسمي الدينستي. يعني للمره الثانيه اهي، لو كان الفوليوم اسمه بالك فوليوم هنسمي ده بالك دينستي، لو كان الفوليوم اسمه تابد فوليوم هنسمي ده تابد دينستي، فعلى حسب الفوليوم بنسمي. المهم يا شباب اقدر اقول في الاخر ان التابد فوليوم اللي طبعا الواضح ان احنا لما خبطنا احنا خرجنا بره ايه؟ احنا لما خبطنا طلعنا الهواء اللي كان محبوس في وسط المادة بتاعتنا، طلعنا بره. عشان كده يا شباب اقدر اقول ان التاب فوليوم مكتوبة في الورق تساوي البالك فوليوم ناقص الفويد فوليوم. ايه هو الفويد فوليوم ده؟ الفويد فوليوم هو الفوليوم اللي كان قاعد فيه الاير، الفراغات اللي كانت موجودة. فنخلي بالنا يا شباب ان التاب بتساوي البالك فوليوم ناقص الفويد فوليوم. نيجي للصفحة الأخيرة اللي مع حضراتكم هنا في الورق يا شباب،
اللي هي بشكل ظريف قوي عبارة عن قانون تاني اسمه كارز اندكس، نفس القانون اللي فات لما نقول التاب دينستي ناقص التاب ناقص البالك دينستي على التاب دينستي في 100، او لو هعور عنها بالفوليوم فالبالك فوليوم ناقص التاب فوليوم على البالك فوليوم في 100. طبعا مكتوب لو كان الرقم اقل من 15% يبقى جود فلو، لو اكتر يبقى وحش. من الاخر احنا محتاجين تبقى الارقام بتاعتنا ارقام صغيرة. عنوان جديد بقى خالص، وده اخر العنوان قبل الاخير بالنسبه لكم، حاجه اسمها الكومبريسابيلتي ستيجز. احنا لما نيجي نكسب نكبس اي بودر، لو تخيلنا ان ده عباره عن مكبس بالمنظر ده اللي موجود فيه، عندنا مكبس كده وهنكبس البودر بتاعنا في المكبس ده. فالمكبس ده بيحصل فيه اربع عمليات، عمليه اسمها ري ارانجمنت، البارت كتير ترتب نفسها، بعد كده فراجمنتيشن بتتكسر لقطع صغيره، بعد كده كونسوليديشن يعني تمسك مع بعضها بروابط تعمل بوند، بعد كده تتحول لهارد تابلت. عشان كده في السكاشن قالوا ان الكونسوليديشن ده عباره عن حاجتين، حاجه اسمها كولد بتبقى رابطه كولد بوند دي ديورنج الفراجمنتيشن، وممكن توصل للفيوجن بوند، والفيوجن بوند ده بيبقى بقى ايه في نهايه الكونسوليديشن. طبعا لان مع الكمبريشن الحراره بتبقى عاليه قوي، فممكن الماتيريال تسيح وتمسك في بعضها. ففي عندنا نوعين من الكونسوليديشن، كولد بوند وفيوجن بوند. اخر حاجه في بعض المسميات مهمه، مسمى اسمه كومبريسابيليتي، بالعربي قابليه الماده للانضغاط، قد ايه الماده ممكن تنكبس او ممكن تنضغط عندنا، كومبريسابيليتي ability of powder material to decrease volume. الكونسوليديشن يعني ايه consolidation؟ قد ايه البارتكل بتمسك مع بعضها بروابط، increase material strength due to particle-particle interaction، روابط بتنشأ ما بين البارتكل وبعضها. compactability يعني قابلية المادة بعد القبس، بعد الكبس، قابلية المادة بعد الكبس ان هي تتحول لشكل قراص وتبقى قراص ناشفة hard، فحتى مكتوب جنبيها difference strength، تبقى بدل ما تبقى هشة تبقى قوية. فكومباكتابيليتي هي عبارة عن كومبريشن زائد كونسوليديشن. اخيرا هو عايز يقول بقى اللي على احنا قلناه فوق، ان كل ما الكرر اندكس بتاعتنا تبقى كبيرة يعني الفلوبيليتي بتبقى قليلة. وطبعا بس يعني دي يمكن جملة اعتراضية شبابية كانت مكتوبة هنا في ترتيبها في الورق عندكم، بس نبقى عارفين ان كل ما الكرر اندكس ما بتكبر، دي اللي احنا قلناها فوق بالمناسبة، كل ما هيبقى الفلوبيليتي قليلة. نوع مهم برضو من المسائل عندكم اللي هي مسائل حساب الديجري اوف فوليوم ريدكشن. عندكم في الورق كده قانون مكتوب قدام حضراتكم بالمنظر ده، والقانون والله بيقول لحضراتكم الاتي، ان البي على السي تساوي واحد على اي بي زائد واحد على بي اي سي. ايه الكلام ده يا شباب؟ البي اللي هي البريشر، الابلايد بريشر، السي حاجه اسمها الديجري مكتوب عندكم اوف فوليوم ريدكشن، والسي دي بالمناسبة تساوي الفي انيشيال ناقص الفي الفي فاينل على الفي انيشيال، الحجم قبل الكبس ناقص الحجم بعد الكبس على الحجم قبل الكبس. طيب الاي والبي، انا اسف طبعا يا جماعة بس عشان برضو هنا دي اي، الاي والبي دولت والاي لوحدها دول عبارة عن كونستنت، عبارة عن ثوابت. البي اللي هو مين؟ البريشر اللي احنا بنستخدمه، والسي اللي هو عبارة عن reduced volume. تعالوا كده نبص المسألة اللي مكتوبة تحتيها. Determine the degree of volume reduction of powder X assuming that applied force was 200. يبقى الـ applied force اللي موجودة اللي هي البي بتساوي 200. فانت عندكم هنا دي كده البي دي بتساوي 200. طيب وفي نفس الوقت انت عندك قيمة الـ AB مديها لك، وقيمة الـ A نفسها او واحد على AB مديها لك، وقيمة الواحد على A مديها لك. اذا السؤال بقى تعويض مباشر عندنا، كل حاجة موجودة ما عدا مين يا شباب؟ ما عدا C، فاقدر اعوض زي ما هو مكتوب في الورق تعويض مباشر واجيب قيمة S. اخر حاجة مع حضراتكم الافكت اوف الـ pH اللي موجودة، فطبعا في مصطلحين اتنين، في solubility وفي dissolution. solubility بالعربي كمية المادة اللي هتدوب في السولفنت عندكم، قد ايه كمية بودر هيدوب،
اما لو هنتكلم مع بعض عن الديسوليوشن، فالديسوليوشن اللي هو الريت اوف دراج سوليبيليتي، ديسوليوشن معناها بالعربي معدل الذوبان هيدوب في وقت قد ايه. طبعا الاكزامبل هنا ظريف قوي، بيقول لكم طبعا دي كانت تجربه عندكم في السكاشن. القصه بتاعتها كلها ان احنا ممكن ناخد 5 جرام من الدراج من السلاسيليك اسيد ونحط عليه 10 ملي ديستلد ووتر او 10 ملي واحد من 10 نورمال ان اي او اتش. احنا عايزين هنا نشوف تاثير البي اتش على الذوبان، نعمل لهم فلتريشن، بعد كده نقيس الابزوربنس. فالاي ابزوربنس تساوي اي في بي في سي، الاي في بي على بعض انشلناها وحطينا 3% ده كونستنت في السي. هنلاحظ ايه بقى يا شباب؟ القاعده بتقول سلسلك اسيد ده اسيدك دراج، فخلي بالكم بقى كده، كل ما يبقى الدواء بتاعنا اسيدك اكتر فاحنا عندنا حالتين، لو الميديم بتاعك اسيدك او الميديم بتاعك بيزك، مين هيبقى فيه تأين أكتر؟ الأسيد بيتأين في البيز، فهنا هيبقى أيونايزد، والأسيد مع الأسيد بيبقى دايماً طبيعته نون أيونايزد. فلو سألنا الناس في أنهي حالة بيحصل دوبان أكتر، أكيد الأيونايزد بيكون فيه سوليبيليتي أكتر من مين؟ النون أيونايزد. يبقى القصة بتاعتنا يا شباب إن كل ما تبقى الميديم بتاعنا أسيدك يبقى الدوبان قليل، وكل ما الميديم بتاعتنا بتبقى بيزك بيبقى الدوبان كبير. تمام، يمكن كده شباب نكون خلصنا جزء النظر العملي اللي عند حضراتكم كله في الورق كده، وتعالوا كده مع بعض نشرح سريعا العمل بتاعكم. زي ما هو مكتوب كده في اخر ورق ان العمل بتاعكم عباره عن تجربتين، تجربه اسمها الانجل اوف ريبوز وتجربه اسمها الهوسن ريشيو والكار اندكس. يمكن انا مش لاقي في الورق خالص موضوع التايتريشن، فاساسا حضراتكم لو حد يبعته لي ممكن ننزل بيه ريكورد صغير كده او حاجه. بس الانجل اوف ريبوز والهوسن ريشيو دول عباره عن تجارب سهله جدا. الانجل اوف ريبوز يا شباب هتلاقوني منزل ليكم صوره جميله جدا ليها وفيديو كمان، هتلاقي منزل لينك فيديو كده ليها. وهي ببساطه زي ما انتم عملتوها في السنه اللي فاتت، ان بيبقى القمع بالمنظر ده كده وادي السطح كده، وبعد كده نجيب الورقه بتاعتنا نحطها تحت بالمنظر ده كده، وهيكون معانا زي كيس في بودر، هننزل البودر. المسافة اللي بتبقى ما بين طرف القمع، القمع بيبقى ليه بوز كده بالمنظر ده كده، المسافة دي ما بين البوز ده والورقة بتبقى 1 سنتيمتر. بنقطع ورقة كده صغيرة نحطها تحت القمع فتبقى الارتفاع ده 1 سنتيمتر. انزل بقى البودر بتاعنا عادي خالص، فينزل البودر ويعمل هرم. ادي الورقه بتاعتنا اهي، ونزل البودر وعامل هرم كده عليها. حاجه صغيره بس شباب عايزين نعملها او ناكد عليها، انك قبل ما تحط الورقه تحت القمع يبقى حاطط نقطه في النص سنتر، وتحاول لما تحط الورقه دي تبقى بعينيك هنا كده شايف الايه، شايف السنتر ده تحت القمع بالظبط. فلما البودر ينزل عليه هيبقى البودر ادي شكل الورقه من فوق كده، وادي البودر بقى نازل بالمنظر ده كده. هتعمل ايه بقى؟ تبقى البودر متركز في حته كده وفي حاجات بعيده قوي. بالقلم هتعملي دايره كده حوالين معظم البودر، الكميه الكتيره اللي موجوده، وبعد كده هتشيل البودر ده بره، فهيتبقى لك الورقه الجميله ومرسوم فيها دايره والسنتر موجود فين؟ في النص. هتعمل ايه بقى؟ هتاخد من هنا radius وradius وradius R1 R2 وR3، ال R1 تجمعه على R2 تجمعه على R3 وتقسمه على 3 يديك في الآخر إيه يا شباب؟ المين R. يبقى بعد ما هتقيس 3 أطوال دول تحسب المين R. بعد ما تحسب المين R هتيجي تحسب بقى الواحد على الواحد. بعد كده بعد ما نحسب المين ار، الواحد على المين ار اللي هيطلع بتساوي تان سيتا شيفت تان، اقدر اجيب في الاخر سيتا اللي هي الانجل اوف ريبوز. يبقى الانجل اوف ريبوز التجربه بنعملها بالطريقه دي، بعد ما بننزل البودر على الورقه اللي احنا حاطين فيها سنتر في النص ونعمل هرم، ناخد البودر اللي موجود ده تحت الهرم اعمل عليه دايره
ارمي الباودر هيبقى لي دايره، احسب 3 radius ار1 وار2 وار3 نقسمه على 3 يطلع المين radius، 1 على المين radius تان سيتا، شيفت تاني يديك في الاخر الانجل اوف ريبوز. واوعى تنسى كل ما تقل الانجل اوف ريبوز عن 30 كل ما يبقى الباودر بتاعك عنده فلو كويس جدا، جود فلو. ده شباب بالنسبه للتجربه بتاعه الانجل اوف ريبوز. طب بالنسبه للتجربه الثانيه بالنسبه لنا اللي هي الهوسنر ريشيو او الكارير اندكس، فهم كلهم مرتبطين بحساب الفي بالك والفي تابت. واحنا قلنا ان الفي بالك هو نحط الباودر بتاعنا الكميه المطلوبه نحطها في الفوليوم من غير ما نعمل تابنج خالص، والفي تاب نجيب الايه الميجر اللي فيه الباودر ونقعد نخبط كده 3 4 مرات لغايه ما الحجم بتاعنا ما بينزل. الحجم الاولي ده اسمه في بي، والحجم بعد ما يصغر هيبقى اسمه في تي. تعال كده تعوض بقى في القانون بتاع الهوسنر ريشيو او تعوض في القانون بتاع الكارير اندكس وتعرف اذا كان فعلا كان الفلوبيليتي كويسه او وحشه. بكده شباب نكون خلصنا مع بعض الفيديو اللي موجود عند حضراتكم ده. هيبقى في ريكورد صغير بعد الفيديو ده، صغير جدا، هتلاقيني بقى طبعا في عندكم ورق كان نازل كده بحل المسائل، فهتلاقي ريكورد صغير بقى معمول للجزء بتاع حل المسائل ده اللي هي الصور اللي هي هتلاقيها موجوده على الجروب، هتسمعوها مع ريكورد يمكن تلت ساعه بالكتير او نص ساعه مع الفيديو اللي هو ساعه ساعه ونص. يبقى احنا كده غطينا مع حضراتكم كل العمل. ربنا يوفقكم يا رب، لو في اي حاجه مستني لسماع اسئلتكم. اشوفكم على خير.